من يملك برأيك يعني من يملك برأيك الحضور الطاغي في هذه البطولة، السنغال أو الإكوادور؟ شوف احنا بحكم الموقع الجغرافي ديالنا كافريقيا احنا كنتمنوا ان السنغال يسيطر ويفوز في المباراه، ولكن ملي الكابتن يضحك ايه طبعا انتم ذبحتونا بافريقيا صراحه عندنا حدود نمر باكثر من فريق، عندنا حدود نمر باكثر من فريق مع اخواننا. طيب لا لان احنا بكره فريق السعودي كذلك يلعب البطوله نكونوا معاه ان شاء الله. صحيح اكيد اكيد المنتخب السنغالي نتمناه هو يكون هو اللي مسيطر هو اللي يفوز في المقابله، ولكن الظروف اللي كتعيشها المباراه ولا قبل من المباراه، لان المنتخب السنغالي مطالب بالانتصار، مطالب بالانتصار لتفادي الحسابات الستة نقاط يمر للدور الثاني. المنتخب الاكوادوري لازم بس تعادل، صحيح. يعني المنتخب الاكوادوري غيلعب على حساب الامكانيات ديالو، سرعه اللاعبين الهجوم الالتحامات وكما قلت سرعه الانتقال من الدفاع الى الهجوم. باش نطبق هذا الشيء لازم نرجع للخلف، الا رجعت للخلف غندير كماشه دفاعيه، غندخل في الالتحامات ديال مع المنتخب السنغالي. في ظل غياب ساني، في ظل غياب ساديو ماني وفي غياب وسط ميدان الشيخ، كنظن ان المنتخب السنغالي لازم يستافد اول حاجه من الاخطاء من الكره الثابته باش يقدر يسجل ويكسر الهجمات ديال المنتخب الاكوادوري في البدايه ديالها لانهم كيمتازوا بسرعه كبيره.